بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عيالنا، وإن شاء الله أنها تكون حلقة مليئة بالإثارة والتشويق. هلا يا عبد الرزاق. هلا يا سالم، وهلا بكل مشاهدي برنامج عيالنا. طبعا مثل ما عودناكم إن إحنا نحاول نغطي جميع الأحداث الرياضية في ملعب عيالنا. بقول لك، ما لاحظت في الحلقة إن محمد الهتمي موجود؟ صح؟ طبعا محمد الهتمي موجود، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق في حياته الدراسيه، وراح يعود لنا بعد اسبوعين وان شاء الله يرجع لنا بالسلامه. عبد الرزاق، الاسبوع اللي طاف صارت احداث كثيره، شو اللي صار؟ قول لي. ان اللاعب عبد الله عفيفه جت اصابه في ركبته، سوى عمليه جراحيه، نتمنى له الشفاء ان شاء الله. طبعا عبد الله عفيفه كان من مؤسسين برنامج عيالنا، ونتمنى له الشفاء العاجل للعوده لصفوف الريان. ومنها بعد صار ان مدرب الريان يعني تغير، يعني تشوف يعني هالشيء زين ولا لا؟ طبعا اذا تبي رايي انا اقول لك، سواء كان مدرب مع سواء كان نادي الريان عفوا مع هالمدرب او مع هالمدرب، اتمنى له التوفيق بكل جديه. انزين يا عبد الرزاق، خلنا عن الاشياء، اقول لي انت سويت الاسبوع اللي طاف؟ وين رحت ونيت؟ والله طلعت يا ربعي، رحنا السينما واستانسنا، ورجعت البيت اخذت يعني بعض يعني مراجعات، ورجعت عشان الامتحان الاسبوع الجاي، ونتمنى من كل الطلبه ان شاء الله التوفيق. وانا يا عبد الرزاق بقول لك سويت، انا رحت امارس هوايتي الشخصيه اللي هي المحدق في البحر، وتوفقنا في الصيد ان شاء الله. زين، ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم مشاهدينا، خلينا نبدي حلقتنا باهم العناوين. في حلقة اليوم، الكشف عن مواهب جديدة في رياضة التنس عبر البرنامج الأولمبي المدرسي. نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي أم صلال فابيو سيزار يتحدث عن مسيرته الكروية في ملعب عيالنا. ونتعرف على قواعد ومبادئ رياضة العمالقة لعبة كرة السلة. السيلية لا زال يتصدر دوري الشباب، والغرافة يتسيد دوري الأشبال. في كل أسبوع مثل ما عودنا مشاهدينا أن نجيب لاعب من الفريق الأول ولاعب من الفئات السنية، وطبعا الاستفادة لشبابنا وناشئين. صدق يا سالم، حلقتنا اليوم عن صدور نادي أم صلال، ومعنا نجم كبير لعب في منتخبنا الوطني. صحيح، نجمنا اليوم هو من أهل البرازيل كالعادة، وهو من وليد 1979، بدأ مسيرة الكروية مع عدة أندية وأبرزها نادي سانتا كروز، ومنها الانتقال إلى نادي العربي. من نادي العربي إلى نادي أم صلال، وأحرز معه كأس سمو الأمير. صحيح يا عبد الرزاق، وأحرز ضيفنا 3 بطولات غالية ليرحل مرة أخرى إلى نادي المفضل أم صلال. بعد يسار نجمنا لعب منتخب الوطني، شارك فيه معه في أكثر من مباراة رسمية. هلا فيك يا كابتن فابيو سيزار، ضيف عزيز وغالي علينا في ملعب عيالنا. درينا انك مسوي عملية جراحية، والحمد لله على السلامة، وان شاء الله عن قريب ترجع للملاعب. شكرا لكم على هذه الدعوة، انا سعيد للغاية بتواجدي هنا وللحديث عن القليل عن تاريخ الكروي للأطفال. زي كابتن، كلمنا يعني عن مسيرتك الكروية. بدأت لعب كرة القدم في البرازيل ككافة الأطفال البرازيليين والذين يلعبون في الشارع بدون أحذية مع الأصدقاء، وهذا كان أمرا رائعا للغاية، وكنت أتمنى منذ صغري أن أكون لاعب كرة قدم. إذا كابتن، كم كان عمرك؟ ما أنا هو طبعا بدأت لعب كرة القدم في الشارع عندما كان عمري 6، وأيضا كنت أمارس كرة القدم في المدرسة. بعد الدوام المدرسي كنت أتوجه إلى الشارع للعب. كابتن فابيو، صف لي تلك الأجواء وأنت تلعب في البرازيل، في الشوارع، في شوارع البرازيل. طبعا الأجواء كانت أجواء سعيدة للغاية، وصداقة، كونت العديد من الصداقات من مع الجيران، وحتى الجيران الذين يسكنون في مناطق في بعيدة قليلا، هذا كان شيئا رائعا للغاية. زي كم تتذكر أول جوتي جاك، هل ما زلت محتفظ به للحين؟
أتذكر أنني أن الحذاء الأول الرياضي الأول الذي اكتسبته كان لونه أسودا، ووالدي لم يجعلني ألعب في هذا الحذاء خارج الملعب لأن الحذاء كان دائما يتسخ، وعندما أدخل إلى الأرض كنت أرضية المنزل كانت تتسخ، كانوا دائما يجعلونني ننظف الأرضية لأنه في تلك الفترة الأحذية كانت تطلق لون ألوانا. زي كابتن، معظم العائلات البرازيلية تحب كرة القدم، انت شلون كانت عائلتك معك؟ نعم، كافة العائلات البرازيليين عندما يلد لهم طفل يهدونه أول شيء كرة قدم، وهذا ما حدث لي. أنا كنت أعشق كرة القدم وكانت هديتي الأولى هي الكرة، وهم كانوا يساندونني دائما. زي كابتن، يعني شلون كان الهواش في الشارع؟ يعني انت لما تخسر يعني تقبل نتيجه ولا تضرب ربعك؟ نعم، في بعض الاحيان كنت احاول ان اتعارك مع الاطفال الصغار، ولكنني كانت بنيتي ضعيفه فلم احاول ان اتعارك مع احد لانني كنت نحيلا. صراحه قصيره مع الكابتن فابيو سيزار. ايش عندنا يا سامي؟ عندنا يا عبد الرزاق مباراة هامة تحت ال 14 سنة ما بين أم صلال والسد. خلنا نروح نشوف المباراة ونشوف أجواها. خلكم معانا ولا تروحون بعيد. وصل فريق الأمل تحت 14 عاما بنادي السد عروضه القوية وتربعه على قمة جدول المسابقة عقب فوزه الثامن على صغار أم صلال بثمانية أهداف دون رد. اتسم الشوط الأول من المباراة بالقوة والندية من جانب صغار عيال الذيب الذين تمكنوا من تسجيل 5 أهداف، حيث افتتح الحسين عبد الكريم التسجيل في الدقيقة 4 ليمهد هدف السبق الطريق للسدوية الصغار لفرض سيطرتهم على مجريات اللقاء. محمد خيري إدريس نجم عيال الذيب هو كلمة السر في المباراة، حيث تمكن بمفرده من تسجيل 4 أهداف ليعلن موهبته الكروية وقدرته على التهديف. أول هدفين لإدريس سجلهما في الدقيقتين 19 و11 ليمنح فريقه دفعة قوية ويمهد الطريق لزميله حمد علي قاسم لتسجيل هدفين آخرين في الدقيقتين 13 و31 وسط غياب كامل من هجوم صقور الصغار. في الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا، حيث ظلت الأفضلية للسدوية رغم محاولات الصقور الصغار تقليص الفارق من خلال بعض المحاولات الهجومية التي جاءت.